في نفس سياق قضية الرائد علي المالكي والمعمم الإيراني، صرح الفريق رشيد فليح قائد عمليات البصرة أن إجراء الرائد علي المالكي باعتقال المعمم الإيراني يستند إلى قرار القاضي ولم يكن فرديا. دعونا نتابع تصريح قائد عمليات البصرة الفريق رشيد فليح. لم يقوى الضابط على القيام بالذهاب إلى الشلانشة وإلقاء القبض على هذا إلا بأمر قضائي مسبق حصل نتيجة مكالمة هاتفية بين أحد المتهمين الذي اعترف أنه سيتصل هاتفيا مع رجل كذا، واتصل وحقق المكالمة ولدينا المكالمة مرفوقة بالقضية وتم المطالعة للقاضي، والقاضي قال يلقى القبض عليه عند دخول الحدود العراقية. لن يلقي القبض الضابط عليه محصته، ولن يعبر الحاجز، ولن يفتش بيته ويجد العملة ويناقشوا عليها، وإنما هنالك مطالعة مسبقة إلى السيد القاضي، والقاضي أصدر أمر القبض ولا زال معتد برأي القاضي. وأيضا اتصلت به بعض القيادات أو بعض العناوين وأعلن أنه هو صاحب القرار وأصدر أمر القبض.